السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصدقائي مشاهدين اليوتيوب؟ النهاردة حلقة جديدة من تلابيب الكتب، وطل عليكم بكتاب جديد بعنوان القواعد العشر في تربية الابناء. كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء هو الكتاب الثاني في سلسلة التربية الرشيدة. اتكلمنا في الكتاب الأول عن مسار ورؤية وقيم الأسرة النموذجية الفعالة. النهاردة هنتكلم عن 10 قواعد في تربية الأبناء. طب ليه 10 قواعد؟ الكاتب بيقول ان الرقم ده رقم وسطي، يعني قابل للزيادة او للنقصان. في كتب تانية ممكن تكون ذكرت قواعد تانية، احنا يعني مش هيضر ان احنا بعد كده ممكن نقرا كتب في نفس الموضوع، هنلاقي في ناس زودت، هنلاقي في ناس اختصرت، بس اكيد هنستفاد من الكلام المكتوب في الكتاب. الاولى ما قبل الانجاب. الناس لازم تعرف ان لو انا عندي آلة جديدة، اشتريت اي مكنة او اي جهاز في البيت، اول حاجة بعملها ان انا ببدأ اقرأ الكتالوج بتاعها، او اسأل الناس اللي عندها الآلة دي استعملوها ازاي، علشان سوء الاستعمال هينتج ان الآلة دي هتبوظ مني ومش هقدر انتفع بيها تاني. نفس الحكاية، الطفل ده عامل زي الآلة، بل بالعكس هو أعقد من الآلة. الشيء المؤسف والمحزن إن الناس بتخلف وبتستسهل الخلفة من غير ما يكون عندها أدنى فكرة عن موضوع التربية أو أي قواعد للتربية دي. طيب يعني ايه اصلا ثقافة تربوية؟ الثقافة التربوية ديت اللي هو ازاي انا هربي ولادي، مجموعة معلومات انا بجمعها وببتدي ان انا اطبقها على ولادي علشان اخلق لهم بيئة صالحة وبيئة هادية، ان هم يطلعوا ابناء مهذبين صالحين قادرين على حل مشكلتهم. طيب اول حاجة علشان اخلق البيئة دي اعمل ايه؟ المفروض ان انا اول حاجة ان انا استعين بربنا سبحانه وتعالى وادعيه واقول له يا رب ساعدني في تربية اولادي، اديني العون وسدد خطايا دايما يا رب، وجهني للصح. الخطوة دي مهمة جدا، لأن مفيش حاجة هتتم بدون مساعدة من ربنا سبحانه وتعالى، واللي احنا دايما بنعود نفسنا وبنعود ولادنا ان احنا نلجأ له دايما. تاني حاجة اني اعرف ان الثقافة التربوية دي مش للأب والأم بس. لو الأسرة مثلا مكونة من كذا طفل، وفي أطفال كبار وفي أطفال صغيرين، الأطفال الكبار دول بيساعدوا في تربية الأطفال الصغيرين بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. أنا كأب لو ابني الكبير عمل حاجة غلط وأنا صلحتها له، والطفل الصغير هيتعلم، وكذلك الطفل الكبير بيبقى دايما يعني حاسس بالمسؤولية تجاه إخواته الصغيرين، ويبدأ ان هو يوجههم ويقول لهم لا المفروض ان احنا نعمل دوت صح دوت غلط، يعني ما تعملوش دوت مثلا عشان ماما هتزعق. يبقى نزرع في ولادنا كمان المسؤولية ان الاطفال الصغيرين دول مسؤولين منكم وان انتوا قدوة ليهم، فلازم ان احنا نعمل الحاجات الصح. ايه كمان؟ ان المجتمع اللي حوالينا ده مجتمع متغير. زمان كانت الاسرة البسيطة دايما، كان مثلا العيلة بيعيشوا كلهم مع بعض في بيت واحد، كان الجد بيعلم والعم والخال، الطفل بيستفيد من خبرات كل الناس اللي حواليه، كل الناس بتوجهه، كل الناس بتعلمه. لكن احنا دلوقتي بقينا مجتمع يعني بيميل الى العزلة، كل واحد عايش في حاله كده، واخد اسرته عايش بيها في مكان بعيد عن العيلة، حتى لو بنتجمع بيبقى يوم مثلا في الاسبوع. فانت هنا عليك مسؤولية كبيرة جدا، اول حاجة انك هتربي لوحدك، تاني حاجة انك لازم تربي صح. فانا لازم يكون عندي مبادئ، ولازم يكون عندي معلومات كتير جدا ازاي ان انا هقدر اربي ولادي واقوم بكل الادوار دي. تربية ممتعة وشاقة، شيء جميل جدا ان احنا يكون عندنا اطفال وبنربيهم وبنعلمهم، بنطلعهم جيل صالح نفخر بيهم وهم يفخروا بانفسهم، ولكن التربية شاقة. المشقة هنا جاية من البطء في النتائج. يعني انا لما بقعد ازرع في ولادي واقول لهم لا اعملوا كذا والمفروض انتوا تكونوا كذا، وكل الحاجات اللي انا بحاول ازرعها فيهم بشكل ايجابي، الحاجات دي نتائجها ما بتكونش بسرعة، وانا ابقى متضايق جدا، يعني هم ليه بيسمعوش كلامي وانا ليه مش لاقي نتائج. انت ممكن تلاقي النتائج ديت او الحاجة اللي انت بتزرعها في ولادك وبتغرسها فيهم موجودة، بس لسه ما حصلش الموقف اللي يبين لك الحاجات الكويسة اللي انت عملتها معاهم. يمكن انت مستعجل، ولكن الكاتب بيقول لك خلي بالك من النقطة دي كويس جدا، اوعى تفقد الامل، اوعى تيأس، دايما حاول معاهم، دايما ازرع جواهم الحاجات الكويسة، وربنا عمره ابدا ما هيضيع تعبك معاهم. زي ما بنقول ان التربية مشقة وتعب، طيب التعب دوت او المشقة دي مختلفة من اسرة للتانية. يعني انا ممكن الاقي ولاد جارتي او ولاد قريبتي ربنا سبحانه وتعالى هديهم كده، ونعمة من ربنا يعني بعتها لهم علشان يساعدوهم في الدنيا، يعني الاب والام بيعملوا اللي عليهم والعيال ما شاء الله بيستجيبوا. وفي اطفال تانيين بيبقوا حاجة كده صعبة جدا، وبيبقوا يعني عندهم صفات وخصال
الأسرة تفضل يعني تشتكي ومش مستحملين الوضع ومش عارفين يتصرفوا ازاي، ومهما يوجهوهم وبيستخدموا أساليب وطرق كتير جدا وبرضه مفيش فايدة. زي مثلا الطفل يكون عنيد او كسول، ما بيحبش مثلا يعمل حاجة، او ما بيحبش المذاكرة، او الى اخره من المشاكل الامهات والابهات بيقعدوا يشتكوا منها. طيب الحل في ايه؟ هل الحل في الشكوى، ان انا افضل كل ما اشوف حد اقعد اشتكي له، ده ابني مغلبني، ده انا مش عارفة اعمل معاه ايه، ده انا غلبت معاه، ده انا بضربه، ده انا بعمل، ده انا بسوي؟ لا، الكاتب بيقولك اتعامل معاه لان هو عنده مرض معين، مرض مثلا زي مرض التوحد. انا هعمل ايه علشان اعالج ابني من المرض ده؟ اول حاجة ان انا هبدأ اقرأ، يعني هبدأ ان انا اعرف الناس اللي هي كتبت في مجال التربية، او الناس اللي بيعملوا دراسات وخبرات على الاطفال علشان يتعاملوا مع الطفل العنيد او الطفل الكسول. ايه هي الخطوات اللي انا ممكن انفذها مع طفلي علشان يستجيب ليا ويسمع كلامي ويبدأ ان هو ما يعملش الحاجة الغلط دي ويتخلص تماما من الصفة السيئة اللي عنده دي؟ طيب انت عماله تقولي لنا ان التربيه دي شاقه وان احنا لازم نستحمل ومش عارف ايه، طب هو اصلا ايه اللي مصبرنا على الغلب ده كله؟ لازم نعرف ان احنا قبل ما نجيب اطفال ان التربيه دي شيء اساسي، وهي فعلا شاقه ومسؤوليه كبيره جدا. عشان كده انا ذكرت في اول الفيديو ان الانسان مش لازم يخلف كده وخلاص، ولكن الكاتب بيقول ان احنا لازم دايما نقول لنفسنا ان التعب والمشقة اللي انا بتعبها مع اولادي دي، اولا ربنا سبحانه وتعالى اكيد اكيد هيديني ثواب وهيأجرني عليها. تاني حاجة ان دي سنة الحياة، زي ما ابويا وامي تعبوا معايا وتعبوا في تربيتي، انا كمان بتعب مع اولادي. اخر حاجة في النقطة او القاعدة الاولى من قبل الانجاب، ان احنا نعرف ان اسلوب التربية الواحد ده غلط جدا ان احنا نتبعه مع الاطفال كلها. يعني لو اخ مثلا نفع معاه اسلوب تربية معين، الاخ التاني ممكن جدا ما ينفعش معاه، وده يعني بحكم ان البشر مختلفين يعني وطبيعهم مختلفة. فمش من المعقول ان انا اقعد اتبع نفس الاسلوب مع كل ولادي وابقى قاعد مصدوم ومندهش، هو ليه الطفل ده بيسمع كلامي وبيستجيب والتاني مغلبني ومنشف ريقي؟ وهنا انا اللي اتعاملت معاه غلط، هو ده مش سكته، دي مش طريقته. فان انا اتبع مع كل الاطفال نفس الاسلوب ده شيء غلط جدا ومش هيوصلني لاي نتائج. لازم يكون عندي بدايل لاساليب التربية. القاعدة الثانية، نحن جزء من العالم ولنا خصوصيتنا. الكاتب هنا يعني اشار لحاجتين، ان احنا جزء من العالم، بنتاثر بافكاره، بنتاثر بمشكلاته، بنستفاد من التطورات بتاعته وسمات العصر اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت احنا لينا خصوصيتنا، احنا مثلا كمسلمين او كعرب. طب احنا ليه جزء من العالم؟ لان في حاجة اسمها العولمة، في حاجة اسمها انتشار الثقافات والافكار الذي ليس له حدود. دلوقتي الطفل قادر ان هو يشوف اي حاجة ويتعرض لاي محتوى عن طريق الانترنت، عن طريق التلفزيون، يشوف ثقافات غريبة، ناس مختلفة عن دينه، ناس مختلفة عن فكره، عن قيم مجتمعه، كل الحاجات دي وارد جدا. المفروض بقى ان انا اخد بالي كويس قوي ابني بيتعرض لايه، اقوم بدور وساطة كده بينه وبين الحاجات اللي هو بيتعرض ليها، اقول له ان ده مختلف عني، ان هو بيعمل كده علشان دينه مختلف، عشان منهجه مختلف، عشان ثقافته مختلفة، علشان هو عايش في مجتمع تاني بظروف مختلفة فحتمت عليه ان هو يعمل كده. طيب امال لنا خصوصياتنا في ايه بقى؟ احنا بنختلف عن الناس دي في المنهج، في طريقه التجسيد. موضوع التميز والاختلاف دوت مش تميز واختلاف في القيم العامه او القيم الثابته عند كل الناس، اللي هي الصدق مثلا والرحمه والحب الخير للناس او اي شيء الناس عمرها ما تختلف عليه. عمرك ما تلاقي حد بيربي ولاده على حاجه غلط، ان هو يسرق او يكذب او يكون انسان مش كويس، بيعمل حاجات مش كويسه. ولكن الاختلاف هيبقى في المنهج، في طريقه التجسيد، في الافكار نفسها. يعني هو الكاتب بيذكر مثال انه انا مثلا في رمضان مش هقدر اقنع واحد غربي غير مسلم ان هو يكون عطشان جدا وهيموت من العطش وقدامه كوبايه ميه مشبره وما يشربش، لكن المسلم هيعمل كده لان هو عنده اعتقاد وعنده منهج مختلف عن المنهج الغربي. المسلم عنده سلم قيم واولويات الكاتب شايف ان هو افضل واقيم من السلم اللي عند الغرب مثلا او عند اي مجتمع تاني. يعني مثلا انا عندي قيمتين، قيمة التجمل عند البنات وقيمة ستر البنت، انهي قيمة هتكون اعلى عند المسلم الحق اللي هو عارف دينه كويس؟ قيمة ستر البنت طبعا، لكن في اي مجتمع تاني التطبيق ده هيكون مختلف. هتقولك يعني انا مثلا لا، انا ما ضحيش بجمالي مثلا في سبيل ان انا اكون عاملة زي الشوال كده او التشبيهات الغريبة اللي هما بيقعدوا يقولوا عليها.
فأنا عندي هنا اختلاف تام في المنهجين. الكاتب بقى بيقول ان احنا ناخد بالنا كويس جدا ان احنا عندنا خصوصياتنا، عندنا منهج خاص بينا، عندنا قيم وسلم قيم خاص بينا لازم ان احنا نتبعه ولازم ان احنا نمشي عليه. لحد هنا هنكون خلصنا اول قاعدتين من قواعد العشر في تربية الابناء. اتمنى يكون الفيديو مهم ومفيد بالنسبة لكم، اتمنى ان اكون عرضت عليكم افكار جديدة ما تكونش اصلا يعني كانت في دماغكم وابتديتوا ان انتوا تستفادوا منها. استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم.